تعرف على أطول رجل في العالم، حيث يبلغ طوله متران وثلاثة وسبعين سنتيمترا، وهو سلطان كوسن تركي الأصل. هذا العملاق هو أطول من الصيني بوزيشن بعشر سنتيمترات، ويملك سلطان أيضا أكبر يد وأكبر قدم في العالم، بحيث يبلغ طول كف يده 27.5 سنتيمترا، ويبلغ طول قدمه 36.5 سنتيمترا. ومن الجدير بالذكر أن معدل طول الأتراك هو 1.7 متر. ويبدو أن الطول المفرط لكوسن البالغ 27 عاما يسبب له مشكلات كبيرة، خاصة مع النساء، حيث قال كوسن خلال طرح الإصدار الجديد لموسوعة غينيس الذي نشر في بريطانيا: لا تزال مسألة العثور على صديقة أمرا صعبا حتى. وبسبب طوله الذي لا يضاهيه أحد في العالم، يجد كوسن صعوبة في العثور على ملابس تناسبه. وبالرغم من تلك المشكلات، يرى كوسن أن لطوله مميزات، حيث صار النمو الجسدي لكوسن بشكل طبيعي حتى عيد ميلاده العاشر، إلا أنه أصيب بورم أدى به إلى داء العملاقة. يذكر أن الأوكراني ليونيد ستانداك الذي يبلغ طوله 2.75 متراً قد حاز رسمياً بشكل مؤقت على لقب أطول رجل في العالم. Thank you.